اهلا بيكم. قبل ما تشوفوا الفيديو عايز افكركم انكم تعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي تخص مادة الانجليزي والفرنساوي، وكمان تضغطوا على زر الاعجاب وتكتبوا تعليقاتكم اسفل الفيديو. يلا نشوف الفيديو. اعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة الصف الثاني الثانوي، اهلا وسهلا بيكم مع فيديو جديد من فيديوهات شرح مادة اللغة الفرنسية. وفي الفيديو ده هنعرض مع بعض قواعد الدرس الاول من الوحدة الاولى، وفيها هندرس مع بعض افعال المرور، الافعال الخاصة بالمرور. يعني هنعلمك ازاي تقول يركب او ينزل من او يسير او يتقدم او يمشي او ينتظر او يتنقل او يقود. كل الافعال الخاصة بالمرور هنعرفها النهاردة. اول فعل معنا هو مارشي. مارشي مارشي يعني يمشي، ويتم تصريفه كالآتي: je marche, tu marche, il و elle و on marche, nous marchons, vous marchez, il و elle marche. تاني فعل معنا هو avancer. avancer avancer يعني يتقدم. عارف يعني ايه يتقدم؟ يعني يعديك وانت ماشي، يتقدمك، يعدي بقبلك. ويتم تصريفه كالآتي: j'avance, tu avances, il ou elle avance, nous avançons, vous avancez, il ou elle avance. الفعل اللي بعده هو traverser. traverser يعني يعبر او يعدي، يعبر كوبري، يعبر الشارع. traverser ويتم تصريفه كالآتي: je traverse, tu traverses, il ou elle traverse, nous traversons, vous traversez, il ou elle traverse. الفعل اللي بعده هو tourner. tourner tourner يعني يلف او يدور، ويتم تصريفه كالاتي: je tourne, tu tournes, il ou elle ou on tourne, nous tournons, vous tournez, il ou elle tourne. والفعل اللي بعده هو prendre، يعني يأخذ، يعني يأخذ وسيلة المواصلات، ويتم تصريفها كالآتي: je prends, tu prends, il ou elle ou on prend, nous prenons, vous prenez, il ou elle prennent. الفعل اللي بعده هو الفعل aller، يعني يذهب، ويتم تصريفه كالآتي: je vais, tu vas, il ou elle va, nous allons, vous allez, il ou elle vont. أما الفعل اللي بعده فهو conduire، يعني يقود، ويتم تصريفه كالآتي: je conduis, tu conduis, il ou elle ou on conduit, nous conduisons, vous conduisez, il ou elle conduisent. الفعل اللي بعده هو descendre. descendre يعني ينزل، يعني قصده ينزل من وسيلة المواصلات، ويتم تصريفه كالآتي: je descende, tu descende, il ou elle ou on descende, nous descendons, vous descendez, il ou elle descend. الفعل الأخير معايا هو se déplacer، يعني يتنقل، ويتم تصريفه كالآتي: je me déplace, tu te déplaces, il ou elle ou on se déplace, nous nous déplaçons, vous vous déplacez, il ou elle se déplace. ملحوظات على هذه الأفعال: الفعل prendre يعني يأتي بعده محدد. يعني إيه محدد؟ اللي هو صفة إشارة، أداة تعريف أو أداة تنكير. أما الفعل avancer يعني يتقدم أو يتجه ناحية، يأتي بعده حرف الجر أ وإخواته، اللي هم مين؟ أ أو 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 ألا أو أ إلا بوستخف، أو حرف الجر فير. يبقى الفعل avancer يأتي بعده مجموعة الحروف الجر اللي أنا قلتها دي. الفعل prendre يأتي بعده محدد.
وهتظهر قدامك مجموعة من الأسئلة دلوقتي، اضغط على زر الإيقاف علشان تحلها أسفل الفيديو، وبعدين ارجع كمل معايا الجزء الثاني من فيديو القواعد. اهلا بكم مرة تانية. في الجزء ده من الفيديو هنتعلم مع بعض ادوات التعريف المدغمة مع حرف الجر دو. يعني ايه الكلام ده؟ فاكر لما كنت بقول لك في حروف الجر الخاصة بالمكان اغوش دو، ادغوات دو، اكوتي دو، كل حروف الجر اللي اخرها دو. قالك في مشكلة هنا، لما بيجي بعد دو أداة تعريف النطق بيتلخبط. يعني مثلا لو قلت دو وبعد كده أداة تعريف لو، هتبقى دلو دلو. قالك كده النطق ما ينفعش، احنا نضغمهم مع بعض علشان نعمل شكل جديد يبقى سهل في النطق. يبقى دو زائد لو تساوي دو دو. فلما تشوف كلمة دو تعرف ان هي اساسا كانت ايه؟ دو زائد لو. لو جه بعدها بقى لا، لو بعد حرف الجر دو يأتي لا، بسيطة، هنجمع دو زائد لا يساوي دو لا. طيب لو جه بعدها دو الابوستروف، بسيطة، هنجمع دو زائد الابوستروف تساوي دو الابوستروف. طيب لو جت بعدها ال اس لي، برضو بسيطة، هنجمع د زائد ال ا اس يساوي دي دي. فلما تشوف كلمة دي تعرف انها د زائد ال ا اس. ناخد مثال يوضح اكتر. مون ليسي اي اكوتي دو بارك. يعني ايه الكلام ده؟ مدرستي تكون بجوار المنتزه. واخد بالك دو شكلها ايه؟ هي دي او، اللي هي اساسا كانت مين؟ كانت دو زائد لو. ولكن انا اضغمت اداة التعريف مع دو تسهيلا للنطق. وبرضو لازم اعرف على طول من غير ما حد يشرح لي ان كلمة بارك هنا مذكر. ليه؟ لانها مسبوقة باداة التعريف لو اللي هي مستخبية جوه دو. واخد بالك؟ ناخد مثال كمان. Les voitures sont à droite des arbres. يعني السيارات تكون على يمين الأشجار. هنا الأشجار جمع، يعني مسبوقة بال اي اس، علشان كده أضغمنا ال اي اس مع حرف الجر د فأصبحت دي دي. يبقى أكوتي دي زارب. مثال كمان. نو فينو دو لا بوست. يعني إحنا جايين من البوستة. البوستة هنا أخدت معاها دو لا، ما بيتضغموش مع بعض، بيفضل شكلهم ثابت زي ما هم. دو لا، أفهم من كده إن البوستة إيه؟ مؤنث، لأنها واخدة لا. مثال كمان. لو بارك إي أكوتي دو لوبيتال. يعني المنتزه بجوار المستشفى. المستشفى بتبدأ بحرف الأش اللي هو يعامل معاملة الحروف المتحركة، علشان كده أسبقناها بإلا أبوستروف. طب الإلا أبوستروف تعمل إيه مع الد؟ ما بتتضغمش معاها، بتفضل زي ما هي. دو لوبيتال، دو لوبيتال. بس ده شرح قواعد النهاردة. هتظهر قدامك دلوقتي تدريبات على أدوات التعريف المدغمة مع حرف الجر دو. حل التدريبات دي في تعليقات أسفل الفيديو، وأنا هصحح لك كل التدريبات مهما كان عددها. زي ما بقول لكم في كل فيديو، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، شير للفيديو عشان يوصل لكل أصدقائكم، اكتبوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان الفيديوهات كلها توصلكم. حتى لو اشتركت في القناة من غير ما تفعل زر الجرس، احتمال كبير ما توصلكش الفيديوهات، علشان كده اهتم انك تفعل زر الجرس. تحياتي ليكم، واشوفكم في الفيديوهات اللي جاية، وأغفر.